طيب خلينا نروح لجمهور الاهلي علشان ما يزعلوش مننا برضو. نروح لماتش الاهلي والبورسعيد. الاهلي والمصري. والمصري البورسعيد. فعاوز اعرف من حضرتك شايف ازاي هذه المباراه ومين الاقرب للفوز فيها؟ طبعا هي مباراه صعبه، اي مباراه كاس ايا كان اسم المنافسين فيها فاحتمالات الفوز 50-50. ماتشات الكاس ما فيش فيها ان انا انت كعبك عالي وانت امكانياتك اكبر، لا دايما معروف ان الكاس في اي دوله في العالم هي بطوله المفاجآت. فالامكانيات بتقول ان الاهلي اقرب من المصري للفوز والوصول الى قبل النهائي. طبعا النادي الاهلي بيسعى للحفاظ على اللقب اللي حققه في اخر موسم، طبعا في المباراه طبعا كانت النهائيه امام نادي بيراميدز. شايفينهم موجودين في فورمه بقالهم فتره. بس خليك من حاجه، لعيبه الاهلي عندها اجهاد غير طبيعي. انت بيلعبوا مثلا من شهر 9 السنه اللي فاتت، وصلنا شهر 8 السنه دي، بتتكلم في 11 شهر تقريبا. وعلى فكره وبخلاف الاجهاد البدني في اجهاد ذهني. لعيبه دخلت كل المنافسات كسبتها تقريبا، يعني في ما عدا كاس العالم للانديه الاهلي خد كل البطولات، سواء عندك 2 سوبر، واحد امام الزمالك، واحد امام بيراميدز، ضغط عصبي وذهني كبير جدا. خدت بطوله الدوري بعد غياب سنتين، خدت الدوري ابطال افريقيا اللي انت كنت في مرحله ما قاب قوسين او ادنى من الخروج منها، ومع ذلك الفرقه عادت مره ثانيه ودخلت في اجواء البطوله وفازت بالبطوله وخدتها من الوداد في قلب المغرب بعد ضغط عصبي برده كان شديد. صحيح. الضغوط العصبيه دي بتبقى صعبه جدا على اللعيبه، عشان كده في فترات بعد الاهلي ما خلص كل حاجه تحس ان في دروب حصل عند اللعيبه، خلاص مش قادر يعمل اكتر من كده. فاعتقد المشكله امام كولر النهارده ان هو عاوز يدي دوافع للاعبين. وخلي بالك من حاجه، اللعيبه كلها عارفه ان النهارده هخلص الماتش وهطلع اجازه، ودي زيها زي اي حاجه في الدنيا. انت حتى احنا في شغلنا امتحانات، اللي عنده امتحانات كطلاب او احنا عندنا كشغل وهاخد اجازه بعدها اسبوع عشان حل كويس بقى، المهم اخد الاجازه وخلاص. تحس ان انت عايز تخلص وتمشي تروح عشان تاخد اجازتك، تاخد شنطتك وتسافر، هتعمل اي نشاط هتعمله. فده برده ده تحدي كبير. واللي اصعب من كده هتلاعب المصري بقياده علي ماهر. علي ماهر اول اسبوع له، اول اول يعني اول مباراه بعد التولي، وكولر مستقر وبيجرب وعارف ادواته وكل الكلام ده. النهارده مباراه كولر علي ماهر هتبقى عامله. علي ماهر دايما مدرب صعب امام ماتشات النادي الاهلي، لان علي ماهر طبعا هو اكيد هو بيشجع النادي الاهلي كل حاجه، ومن ابن من ابناء النادي الاهلي، ولعب في فتره ما في الاهلي، لكنه مدرب صعب عارف المراس. التكتيكي بتاع النادي الاهلي خاصه في مواجهات الاهلي ايا كان من اسم المدرب. علي ماهر يعني بيجيد وبيركز بشكل كبير جدا في ماتشات الاهلي. ربما في غيابات في الفرقتين بشكل كبير خلال ماتش النهارده، لكن اعتقد الخبرات ممكن تفرق في مرحله ما، وربما تكون هذه المباراه مباراه الفرصه الواحده. اللي يقدر تجيب الفرصه ويستغلها اعتقد هيحط رجل ونص في ماتش قبل النهائي. صحيح. خصوصا اللي هينتظر الاهلي او المصري هو انبي في دور السيمي فاينال. طبعا انبي مع احترامي دي نادي محترم، وبقاله اول مره من 7 سنين يوصل لقبل النهائي، ولكن الخبرات اقل من الانديه الثانيه سواء زمالك وبيراميدز اللي هم طرفين النصف النهائي الاولاني. اما الاهلي وانبي او مصر وانبي، اعتقد وجود انبي في قبل النهائي مطمع الاهلي والمصري ان هو اللي هيعدي المباراه النهارده، خلاص بقى يكون طريق ممهد نوعا ما الى المباراه النهائيه كمان. يعني انت بتتكلم ممكن توصل للفاينل. فاعتقد لا، مباراه هتبقى صعبه جدا. طموح علم الفريقين. ايه اللي مطلوب من كولر ولاعيبه الاهلي تحديدا علشان يحسموا هذه المباراه؟ اكيد محتاج ان هو زي ما قلت من شويه، كولر عاوز يخلي اللعيبه تبقى حاضره ذهنيا وتركيزها يكون موجود في هذه المباراه. واعتقد ان هو هيبدا بشكله الطبيعي الهجوم من اول الدقيقه في اللقاء، املا ان هو يخطف هدف مبكر. والاهلي لو جاب جون بدري اعتقد هيفرق معاه كتير وهدي ثقه للعيبه، وهتلاقي المباراه يمكن تمشي في اتجاه واحد. لكن كل ما الهدف هيتاخر او كل ما ان انت تتقدم في النتيجه هتاخر، هتلاقي نادي المصري بياخد ثقه اكبر داخل المباراه في ظل القياده الفنيه الجديده. وخلي بالك المصري جاي من خساره كبيره في نهائي كاس الرابطه 4-1 من سيراميكا، وبعد ما كان المصري قاب قوسين او ادنى ان هو يحقق اللقب، وكانت الناس وجماهير مصر رايحه ان احنا هنروح نحتفل ببطوله بعد 25 سنه غياب عن التتويج، خسرت وبنتيجه كبيره 4-1. ففي احباط كبير داخل الفرقه. فاعتقد لو الاهلي استغل ده بدري ممكن يخلص المباراه مبكرا. لكن كل ما دقائق تمر ونتيجه 0-0 او لو مصر تقدم، هيبقى الثقه هتزيد للنادي المصري ولعيبته، وبالتالي المباراه هتبقى اصعب بكتير على النادي الاهلي. قلت حاجه مهمه دلوقتي، ان فكره علي ماهر بيبقى عارف دايما تكتيك اي مدرب مهما كان اسمه، بيجيد اللعب. وانا قاعد دلوقتي وعارف مين عاوزه تسالك تقول لك ايه. اتفضل اسال انت. ده انت عارف. توقعت المباراتين. المباراه ماشيه ازاي؟ لا اعتقد زي ما قلت من شويه، النادي الاهلي هيبدا المباراه بضغط هجومي كبير. اكيد النادي المصري هيحاول يمتص حماس لعيبه النادي الاهلي في بدايه المباراه، ده امر طبيعي جدا جدا عشان الوقت يعدي اول ربع ساعه ثلث ساعه، يبدا ياخد جو المباراه ويمتص حماس النادي الاهلي ويخش ويبقى ند بالند في هذه المباراه. وخلي بالكم ان علي ماهر مدرب زي ما قلت لكم من شويه، لا مدرب من مش عايز اقول النوع الغلس يعني كرويا، مش حاجه وحشه،
لكنه فعلا بيجيد اللعب في الماتشات الكبيره. بسرعه نتائج، لو هنتكلم في النتائج، الزمالك والنصر السعودي كام كام، والاهلي والمصري كام كام؟ بص هي توقعات صعبه، ولكن الزمالك والنصر نتمنى فوز الزمالك، لكن اتوقع ان النصر ممكن يفوز مثلا 2-1 او 3-1 في هذا اللقاء. الاهلي والمصري طبعا برضو المباراه صعبه جدا، اعتقد ربما يكون 1-0 النادي الاهلي، ومباراه تكون صعبه جدا جدا، واحنا بنتمنى فوز الفريقين الاهلي والزمالك. لازم منحزين برضه يعني. لازم منحزين بقى هنا ومنصفين بقى، الاهلي يفوز والزمالك يفوز. عايزين نتفرج على كره حلوه النهارده. لا في كره حلوه النهارده، مبسوطين ان شاء الله. ان شاء الله بختام موسم كويس للكره المصريه باذن الله، الاهلي والمصري اخر مباراه في الموسم الطويل جدا جدا ده. نبدا ناخد بريك شويه قبل نرجع تاني للمنافسات المحليه السنه الجايه، هتبقى حاجه عظيمه جدا جدا، ممكن ان شاء الله في اللقاء الجاي نبقى نحكي عنها، لان بقى عندنا موسم جاي زحمه قوي في كل حاجه محليه وقاريه واقليميه يعني. وطبعا نادي الزمالك اتمنى له هو يفوز ويكمل في البطوله العربيه. بنشكرك دكتور عثمان ابراهيم الناقد الرياضي، شكرا لوجودك معنا في صباح الخير. شكرا لكم.